السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد 11، يا رب تكونوا بخير. حصتنا النهاردة مراجعة يمكن للمرة الثالثة على لا النافية للجنس، وهي تعتبر آخر درس من دروس القواعد. طيب هنرجع تاني وبنقول لماذا سميت لا النافية للجنس بهذا الاسم؟ نعرف الشباب حب يشارك يرفع ايده. ليه سميناها للنافية للجنس؟ زي ما بنقول دي المراجعة الثالثة لنفس الدرس. علي تفضل. لأنها تفيد خبرها عن جنس اسمها، تفيد ايه؟ خبر لا مش نفي خبر، خبرها. نفي الخبر، مش تفيد خبرها، تفيد نفي خبرها، نفي معنى الخبر يعني عن جنس ايه اسمها. طيب لو شرحتي اكتر وقلت لها طالب علم مقصر يبقى بتفيد ايه؟ تفيد نفي التقصير عن كل طلب علم. تفيد نفي التقصير عن كل طالب علم. يبقى تاني بنقول ليه سميناها للنافية للجنس؟ للجنس يعني اننا لو قلنا لا طالب علم مقصر يعني هننفي جنس التقصير، او ننفي التقصير عن جنس طالب الايه العلم. كل الجنس ده وطلبة العلم هيكون بعيد عنهم التقصير، عشان كده سميناه لا نافية للجنس. شكرا يا علي. طيب وعندما نقول لا رجل في الحفل ننفي وجود جنس الرجال كليا في الحفل. طيب ما عمل لا النافية للجنس؟ ما نقول عملها يعني اعربها. ما عمل لا النافية للجنس؟ لا عارف يرفع ايده. ما عمل لا النافية للجنس؟ يلا شباب هيا تفضل. تعمل عمل إنا وأخواتها. بتعمل عمل إنا وأخواتها، يعني بتنصب المبتدأ وإيه؟ ترفع الخبر. لما بتنصب المبتدأ بيتسمى اسمها وبترفع الخبر وبيسمى خبر. طيب لكن الكلام، شكرا يا هاي. لكن عملها عمل إنا ده ليه برضو يعني شروط. لما تعمل عمل إنا ده نافية للجنس فيها أو ليها شروط عشان تعمل عمل إن. في 3 شروط لعملها عمل إن. مين اللي عارف يا شباب؟ ما شروط يعني التي يجب توافرها لكي تعمل عمل إن؟ أسامة أنا يعني بحاول أدخلك بس مش عارفة، في واضح في مشكلة في النت. يلا شباب ما شروط أو ما الشروط التي يجب توافرها لكي تعمل عمل إن؟ محدش عارف خالص. شروط عملها 3، اختار انا يعني منكم ولا ايه؟ ارفعوا ايديكم احسن. ما الشروط التي يجب توافرها في لا النافية للجنس لكي تعمل عمل ان؟ مفيش حد غير عالية يعني؟ الباقي نايم بيثبتوا حضور بس في الحصة. يلا يوسف، يوسف عوض. تفضل. السؤال كده عشان ما تاني حاضر. احنا عرفنا لنا فعل الجنس وقلنا عملها بتدخل على جملة اسمية وتعمل عمل إن، لكن ايه الشروط التي يجب ان تتوافر فيها لكي تعمل عمل إن؟ يعني تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبر.
عندنا 3 شروط. هو أن يكون اسمها وخبرها المفرد نكراتيف. اسمها وخبرها، لان احنا ليه اختصينا ان الخبر مفرد؟ لان الخبر ممكن يأتي جملة او شبه جملة، لكن لو هو مفرد يبقى كمان نكرة، يبقى اسمها نكرة وخبرها نكرة. طب لو جه معرفة يا يوسف؟ الله يفصل بينها وبين اسمها أي فصل. طيب قبل بس ما نقول الشرط رقم 2، طب لو جه اسمها معرفة، احنا قلنا شرط ان يبقى اسمها نكرة، طب لو جه معرفة هل بتكون عاملة؟ لا فلا تعمل ويجب ايه؟ تكرارها، زي المثال اللي عندنا كده: لا الشباب باق ولا الجمال، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح. طيب الشرط الثاني قلنا ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، زي المثال اللي عندي ده: لا ماء في البيت ولا إيه ولا زاد. طيب لو فصل بينها وبين اسمها بفاصل بيلغى عملها ويجب تكرارها، زي لا في البيت ماء ولا زاد، هنا فصل بينها وبين اسمها بإيه؟ بفاصل. طيب الشرط رقم 3 يا يوسف: قالوا اسمك بحرف جر الباء. ألا تسبق بحرف جر، وعادة حرف الجر ده بيكون الباء. طب لو سبقت بحرف جر، عملها يلغى زي اسمه موجود مثلا بالباء. بلا كذا، يبقى عملها يلغى ويعرب الاسم بعدها اسم مجرور بالباء، يعني المنافق بلا ضمير هنا عملها لاغي، ولما اجي اعرب ضمير يبقى اسم مجرور. عقبت المهمل بلا رحمة كأنها مش موجودة، حزنت من لا شيء، هي عادة يعني بتسبق بحرف الجر اللي هو الباء، لكن ممكن يجي لنا زي المثال ده: حزنت من لا شيء، حرف الجر هنا من. طيب شكرا يا يوسف. الخلاصة هنا إن تعمل إذا كان اسمها وخبرها نكرتين، لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا يسبقها حرف جر. ثاني يا جماعة الشروط التي يجب توافرها لكي تعمل عمل إن، نعرف يرفع إيد. مين بقى اللي داخل يهزر واسمه عصفورة؟ اتفضل رد. مين عصفورة؟ لو ما ردتش اعمل لك ريموف اصلا، مش هخليك في الحصة. مين الأستاذ عصفورة؟ ما بتردش؟ ماشي، عشان بتقولوا انت بتحذفينا يا مس ومنعرفش ندخل تاني. مين نعمل لك ريبورت كمان؟ يا ريت يعني كبرنا، ان احنا كبرنا خلاص فنبطل بقى قلة ذوق وقلة أدب، اللي داخل بيستظرف ومسمي نفسه عصفورة. طب ماشي، تعمل لك ريبورت.
طيب يعني خلاصة هنا بنقول إن عندنا ثلاث شروط يجب توفرها لكي تعمل للنافية للجنس عمل إن. الأول آخد بس الأسماء كده أشوف أصلا مين المشارك عشان هعرف أنا الظريف اللي غير اسمه مسمي نفسه على الصورة ده. يلا كنوز كنوز نايا يونس، ازيك يا كنوز؟ ازيك يا يونس؟ عاملة ايه؟ طيب كنوز هنا بنقول تاني في ثلاث يعني شروط يجب توفرهم في لنا في الجنس لكي تعمل عمل ان. تفضلي قولي. إلا لأن ولا فعل الجنس لازم يتوفر فيها ثلاث شروط عشان تعمل عمل إن، يعني تنصب اسمها وترفع خبرها. مش عارفة، بس ممكن ليه؟ ما احنا لسه قايلينهم يوسف عوض، لسه قايلهم اهم. تاني يا كنوز، تاني يا حبيبتي، ركزي كده معايا اهو. زي ما انت شايفه كده، احنا قلنا عمل لنا فيها للجنس بتدخل على جمله اسميه وبتعمل عمل النا وتنصب اسمها وترفع خبرها، لكن لازم ثلاث شروط اهو. شروط عمل لنا فيها للجنس رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاته. هنمشي خطوة خطوة. رقم واحد، أن يكون اسمها خبرها المفرد نكرتين. ليه اسمها خبرها المفرد؟ لأن ممكن الخبر يكون جملة أو شبه جملة، لكن لو جالي مفرد يبقى لازم يكون نكرة، يبقى اسمها نكرة وخبرها نكرة. ها ماشي. طب لكن لو جه معرفة والكلام ده برضه لسه قايلينه حالا يا كنوز، لو اسمها معرفة يبقى بتكون غير عاملة ويجب تكرارها، زي لا الشباب باق ولا الجمال، دي غير عاملة. طيب الشرط الثاني، ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فصل. ما يبقاش في فاصل بينها وبين اسمها. تمام، يعني زي المثال كده اللي عندنا ده، لا ماء في البيت ولا زاد، ما فيش فاصل بينها وبين اسمها. طب لو عملنا فاصل، يعني قدمنا مثلا خبر يعني زي لا في البيت ماء ولا زاد، مش هيكون في الحالة دي لا عاملة. والشرط الأخير يا كنوز أو الثالث، ألا تسبق بحرف جر. ما لا تسبق بحرف جر، وعادة هي بتسبق بحرف جر الإيه؟ الباء. طب ولو سبقت بحرف جر بتكون غير عاملة، زي المنافق بلا ضمير، وعاقبت المهمل بلا رحمة، وحزنت من لا شيء. فهمتهم كده كنوز ولا نعيد تاني؟ لا أوكي بس. ماشي حبيبتي، شكرا، ترخيم. برضه قبل ما هننقل لحاجة تانية، حسن جودة، ايوه بس ازيك يا حسن؟ زي كاس طيب حسن، دلوقتي احنا بنتكلم عن لا نافية للجنس، وقلنا معنى ان هي لا نافية للجنس يعني ايه، ووقفنا عند الشروط التي يجب توافرها لكي تعمل عمل ان. تقدر تقولهم تاني الثلاث شروط؟ ثلاث شروط والله العظيم انا عايده الحصه دي يمكن 3 مرات او 4.
لازم يكون في انا لسه شروط. الصراحة يعني اه انا اتفضل. لسه هو مش احنا خلصنا المنهج صح؟ لا لا، احنا مش هنا دلوقتي، مش هنتكلم في الموضوع ده. تمام. لما اه اكون بعيد حصة لرابع مرة يبقى المفروض انتوا فاهمينها، وجبناها في كويز، وجبناها في امتحان، يبقى لما اجي اقول لك ايه الشروط يبقى انت خلاص عرفتها. امال حليت الكويز ازاي؟ ماشي خلاص ذاكرنا ونسينا. لا ما نسيتش، وانا عايداها دلوقتي في الحصة مرتين، وانت التالت، تالت واحد هيكلمني في ماشي نفس بس خلاص الموضوع. اقوله معاك، خلاص اقوله ماشي. اتفضل. ان يكون اسمه وخبره المفرد نكرتين اسمها وخبرها نكرتين، بس احنا بنقول و خبرها المفرد. ليه خبرها المفرد يا حسن؟ اللي خبرها المفرد اه، لان خبرها ممكن عشان يكون ايه غير انه يكون مفرد. ايه مش فاهم. مش فاهم. لان الخبر قلنا برضه قبل كده ممكن يأتي جملة مفرد او جملة او شبه جملة. ده انت اتعلمته من وانت صغير، ان الخبر يا اما بيأتي انواع الخبر يا اما ايوه ثلاث مفرد. انواع مفرد يعني ايه؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، او الخبر يكون جملة، يا جملة اسمية جملة يا جملة وشبه جملة. فعلية او شبه جملة. طب بيقول لك لما يكون مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة، يبقى لازم يكون ايه؟ مفرد نكرة، ما يكونش معرف نكرة بقلب. تمام. ها طيب لو هو معرف بقال زي لا الشباب باق ولا الجمال، اهو ده معرف بقال، يبقى هل لا بتكون عاملة؟ ما هي مفرد لا، مفرد بس معنى هو مفرد لكن غير معرف، غير نكرة، ده معرف ايوه بقال. مش نكرة اه، لكن يبقى في الحالة دي ماله بقى؟ ما ينفعش. ما ينفعش، يعني هتكون لا دي ملغية ومكررة زي لا الشباب باق ولا الجمال. طيب والحاجة التانية يا حسن؟ ما يفصلش بين اسمها و اه، بينها وبين اسمها أي فاصل. فاصل. زي عندي مثال اهو، نفس المثال عمالين نعيده ونزيده كل مرة. لا ماء في البيت ولا زاد. تمام. لا اسمها خلاص. طب لو انا جبت خبرها وهو خبر اهو شبه جملة، وبدلت وقلت لا في البيت ماء، هل في الحالة دي لا بتكون عاملة؟ لا لا، يعني لو فصل بينها وبين اسمها بفاصل قدمت الخبر يبقى بتكون غير عاملة، وبيلغى عملها ويجب تكرارها، زي المثال اللي عندك ده. يعني لما أقول لك قارن بين المثالين يا حسن، لا ماء في البيت ولا زاد، لا في البيت ماء ولا زاد، أنه فيهم اللي عاملة وأنه اللي غير عاملة؟ لا ما قفل البيت ولا زاد يلا عاملها. عاملة. طيب فصلنا اهو وجبنا الخبر بينها وبين اسمها، يبقى غير عامل. تالت حاجة بقى أو تالت شرط؟ الا تسبق حروف جر لا مش تسبق حرف، ألا تسبق هي بحرف من تسبق حروف ايوه الجر. بحرف جر طب لو سبقت بحرف من حروف الجر يا حسن؟ يا رب اسمها بعد اسم مجرور بالباء اه، بتكون طبعا ملغية وبيعرب أو بقى يجر مجرور. الاسم بحرف الايه؟ الجر. كده المهم يا حسن ان كل واحد يكون فاهم الدرس، مش مهم احنا بنعيده قد ايه ولا بنكرره ولا احنا خلصنا، المهم كلنا نكون تمام فاهمين الدرس، لان ده هيتكرر معانا السنة الجاية ان شاء الله. شكرا يا حسن، ماشي كتر خير. طب الخلاصة بنقول تاني، تعمل اذا كان اسمها وخبرها نكرتين. بتعمل يعني ايه؟ تعمل يعني تعمل عمل ان، يعني تنصب اسمها وترفع خبر. ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، ألا يسبقها حرف جر. طيب متى بقى لا تعمل؟ دي حالات عملها. طب لا تعمل امتى؟ ها، مش انا برضو اللي لازم اقول امتى بتكون عاملة وامتى غير عاملة؟ يلا يا ليان. ليان ليان، أنا مش فاهمة ليان مش بترد ليه؟
ليان ايه ده؟ ازاي على الصورة دي هي عند ليان؟ يا شباب حد يفهمني جماعة لو سمحتوا، بس حد يفهمني. يا شباب ايوه مس ممكن حد يفهمني؟ بس انا لما دخلت عند ليان اهو بعمل لها اسك تو ان ميوت، تمام، ومش بترد. فدخلت عند مور عشان اكلمها، فتحت الشات لقيتها هي نفسها اللي كانت مسميه نفسها عصفوره. هل ده صح؟ وانا كاتبه لها مين؟ والله ما اعرف، ممكن الاسم كان خلاص وغيرت، هي اللي غيرته ولا او حد ممكن ما قافل لاحظتش. اسمها ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. انت فاهم ايه اللي حصل يا حسن؟ ممكن هي دخلت بالاسم ده وما لاحظتش فغيرته، ما اعرفش والله. ده كان مشغل أغنية. ماشي يا حسن، الأستاذ عصفورة مشغل أغنية. بس انا ما شغلتش اي حاجه، او ما ما أنا كنتش بقول لك مكمله أنا اللي ما على دخلت الصوره. على اسمك يا ليان أهو، أما دخلت على اسمك وأقدر أصوره لك، تمام، لا يا مس، لا يا مس، وفتحت الشات ولقيت أنا كاتبالك مين. لا أهو انا اسمي أنا مسميه لايم هصورها مصري، لك. ما فيش، أيوه انا مسميه نفسي لايم مصري. ايوه ليان مطر. وبعدين بعد شويه انا لقيت حد اسمه عصفوره، طيب فدخلت كتبت مين اهو ما اقدرش هصورها اغير لك. اسمي في نص الميتنج يا مس. ايوه انا كنت من لا انا كنت فتحت ساعتها ممكن حد يغير اهو. ايه انا كنت وقتها فاتحه ان حد يغير عشان جنه تدخل. مش هو انا اساسا هنا، انا داخله بالتابلت وما ينفعش اني اغير اسمي لاني مش عامله لوج ان، وممكن حد فما ينفعش يدخل اغير بنفس الاسم على فكرة. ايه في ناس بتستظرف وبتدخل بنفس الاسم نفس اسمي. بس لو يعني ليان لا يا عندها نفسي، في انا اسمي الشات ما مكتوب فيش تحت، حاجة يبقى ملوش دعوة، بس لو ليان الحريق صورت الشات بعتها. بتاعها عادي. طيب يعني الحريك بعت، مش ان انا ليان، حريك بعت انك تبعت المسج دي لليان، مش معناه ان ليان ليها دعوة بعصفورة دي خالص. يا بنتي يا حبيبتي، مش انا بفهمكوا، بفهمك على الجروب ايه اللي حصل. مس نعم اتفضل. مس حضرتك لما بعت الرسالة دي الأولانية العصفورة ده، اه تمام؟ هو أي رسالة حضرتك بتبعتيها الاسم، مس لو حضرتك بعتي لي رسالة هي بتبقى بتسيب إنها مبعوتة الاسم، لو جربت تبعتي لحد تاني هيظهر لك الاسم التاني. فكده كده أي رسالة حضرتك تبعتيها لحد بتسيب عند حضرتك إن هو حضرتك بعت ده وبعت ده وبعت ده. كده كده في حد ظريف ومش محترم بقى. ده مش ظريف، هو مش محترم، دخل بيغير اسم او بيدخل باسم حد، وبعد كده بيشغل اغنية او بيستظرف او مش عارفة مش عارفة يعني اوصفه بايه. ملوش لازمة لعب العيال ده يعني، خلاص السنة خلصت، مش متحملين بقى استظراف من حد. ماشي، عشان ما نعطلش وقت الحصة لأن خلاص قربنا نخلص. بنقول بتعمل ازاي؟ طب ليام أنا كنت بسألك، أنت كلمينا عن الفرق بين إمتى بتكون عاملة وإمتى غير عاملة، اتفضل. يا مس ممكن تقولي تاني السؤال؟ تاني بنقول لا بتأتي عاملة أو ممكن تأتي غير عاملة، إمتى بقى عاملها وإمتى غير عاملها؟ بس بسرعة لأن فاضل دقيقة. تمام. تعمل إذا كان اسمها وخبرها نكرين نكرتين. لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، ايوه لا يسبقها حرف جر، طب وامتى بقى بتكون غير عاملة؟ لا تعمل إذا كان اسمها معرفة أو يصل بين وبين اسمها فاصل، وهنا يجب تكرارها، وإذا خذي سبق فاصل. حرف جر فالاسم بعدها مجرور بذلك ايوه الحرف. شكرا يا ليان، شكرا. وقلنا تمام ان اسم الحركة. لن فعل الجنس بياتي على 3 اشكال، انه يكون اسمه مضاف وعليه تدريبات، وان يكون اسمها شبيه بالمضاف او يكون مفرد.
وإن شاء الله لو في نصيب وهنعيد حصة تانية هنتكلم عن أنواع اسمها. أشكركم، شكرا.